عزيزاتي الطالبات، عزيزي الطلاب، هذا تسجيل سريع لبعض الكويزات المقترحة عليكم. إذا أولا هذا الكويز العاشر في الترتيب، المادة كويزات المحاضرات. إذا المطلوب منكم أنكم مثل ما عملتوا في الشابتر الأول عندما استعملتوا معادلة أو ديستريبيوشن لماكسويل بولتزمان للموليكولز في الغاز، أنكم تستعملوا الآن الديستريبيوشن لماكسويل بولتزمان، أوكي، هذه، وتعملوا اذا الانتجرال باش تلقاو الافرج انرجي بير اوسيليتر اي افرج، اوكي، في الاخير لازم تلقاو هذه الكميه هذه، اوكي. هذا الكويز رقم 10. الكويز الحادي عشر هو انكم في على نفس الورقه ترسموا بيان للقانون الكلاسيكي واللي هو معادله ريلي جينز، المعادله 35، اوكي. اذا ترسموا اي لامدا بدلاله لامدا علشان تشوفوا الفرق ما بين التوزيع الكلاسيكي كلاسيكال ديستريبيوشن والكوانتم ديستريبيوشن لبلانك، اوكي. اذا اي لامدا بدلاله لامدا، اذا تاخذوا لامدا ماكس يساوي 2.5 ميكرومتر، اوكي، وتتعاملوا الرسمه تاعكم للامدا ما بين 0 و10 مايكرونز، اوكي. بالطابله هنا خليكم تحسبوا عندما تحددوا لامدا ماكس 2.5 ميكرومتر، اذا راكم حددتوا التمبريتشر، اوكي، اذا حددتوا كي تي، اوكي، واللامدا هو المتغير هنا في الداله هذه، و2 باي سي بالطبع انتم تعملوا الحساب. اذا مطلوب منكم انكم تقوموا بالعمليه وتعطوني الشيئين، تعطوني الداتا تيبل يعني الجدول بالقيم، اوكي، يعني مثلا تاخذوا من من 0 الى 10 مايكرون، تقسموا مثلا كل ديروا التجزئه مثلا بكل 0.1 مايكرون، اوكي، من 0 الى 10، اذا تضيفوا كل مره 0.1 مايكرون وتعطوني اذا الداتا تيبل، وفي نفس الوقت تعطوني الطبعه او الشكل عندما يخرج، اوكي. اذا المعظم منكم فيكم اظن يستعمل الإكسل، ولكن مهما كان البرنامج اللي تستعملوه لازمني هذا الشيئين، اوكي، لازمني الارقام الداتا تيبلز، ولازمني البرينت اوت او الشكل الهندسي الرسمه الهندسيه اللي تتحصلوا عليها. اذا لازم في نفس البيان لازم ترسموا المعادله 35 لاي لومدا، اوكي، والمعادله 41 هي معادله بلانك، اذا لازم ترسموا هذه المعادله. ودائما اذكر انه كي تي محدد لانه تاخذوا لامدا ماكس يساوي 2.5 مايكرون، اوكي. اذا هذه نفس الشيء ترسموها ما بين 0 و10 مايكرومتر ب اذا الفرق ما بين نقطه ونقطه 0.1 مايكرون. الكويز الأخير في الشابتر 3 هو الكويز رقم 12، إذا رانا في الصفحة 88. إذا باستعمال المعادلة 47، أوكي، لازم تلقاو المعادلة 48. قلت لكم في شوية حسابات ولكن ما فيش صعوبة كبيرة، لازم تتعاملوا لازم توزعوا هذا المربع هذا، اوكي، وهنا ايضا توزعوا سي تربيع، وبعد ذلك تكتبوا بي وبي برايم بدلاله اي واي برايم، اوكي، وفي الاخير ما لازم توصلوا الى هذه الصوره هذه، اوكي. فيها شويه شغل ولكن ما فيش صعوبات رياضيه عميقه.